حسناً، استمعوا يا عشاق الموضة. يكشف علماء النفس ما يبوح به 12 لوناً للملابس عن شخصيتك. لا يسعك الانتظار لمعرفة ذلك، صحيح؟ وفقاً للمصمم ديفيد زايلا الحائز على جائزة إيمي ومؤلف كتاب لون مظهرك Color Your Style، يكشف اللون الذي تفضله أكثر من غيره الكثير عن شخصيتك. أتود معرفة ما تفصح به ألوانك المفضلة عن شخصيتك؟ إذن فضغط على زر الإعجاب لنبدأ. 12. الأسود. وفقاً لخبيرة الموضة والأناقة كارين هالر، ينبغي أن يؤخذ اللون الأسود على محمل الجد، ويتفق معها في ذلك علماء النفس. فوفقاً لدراساتهم، ينظر الآخرون للون الأسود كمؤشر على الهيبة والسلطة والجدية والذكاء، وهذا ما يجعل الكثير من ثياب وقبعات التخرج باللون الأسود. ويتميز الأشخاص الذين يفضلون ارتداء الأسود بأنهم أناس طموحين ولديهم هدف يسعون إليه، ولكنهم في الوقت ذاته حساسون. وعلى الرغم من محاولاتهم الدائمة لإخفاء ذلك، فهم عاطفيون وينفعلون بسهولة، فتساعدهم الملابس السوداء على تحويل انتباه الآخرين من مظهرهم الخارجي إلى شخصيتهم، كون الصفات الداخلية للإنسان ما يهم بالنسبة لهم. 11. البني. تشير درجة اللون الترابي هذه إلى الثقة والقوة والاستقرار، فهكذا ينظر الناس عادة لمن يرتدون اللون البني ودرجاته المتفاوتة. يتسم من يرتدون اللون البني بكثرة بتحفظهم واحترامهم لكبار السن وبحثهم الدائم عن السلام، ويتميزون أيضا بالثبات والقوة في كل شيء، حيث تعطي المرأة ذات الفستان البني أو الرجل ذو المعطف البني انطباعا بأنهم موثوق فيهم وأذكياء وعقلانيون، إلا إذا كانوا على علم بذلك. 10. الأزرق. تعتقد الطبيبة والصحفية ليزا جونسون مانديل بأن اللون الأزرق الخيار الأفضل للمقابلات، نظراً لأنه يوحي بالثقة والاستقلالية، وهذا ما قد يكون سبباً لوجود الكثير من الزي الرسمي وبدلات العمل باللون الأزرق. وقد أجرى العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية دراسة حول مدى تأثير الألوان علينا، فوجدوا أن للدرجات الداكنة من اللون الأزرق أثر مهدئ، حيث يربط الناس بين الأزرق الغامق والذكاء والثقة والكفاءة والسكينة. فعادة ما يختار اللون الأزرق بجميع درجاته الحنونون والعطوفون والمهذبون وكذلك الخجولون. ووفقاً لعلماء النفس، سيكون الشخص المحب لارتداء اللون الأزرق أباً رائعاً أو موظفاً مثالياً، فالهدوء والاتزان أكثر الصفات الشائعة المميزة لمرتدي اللون الأزرق. لنقل أني أحب لون الحذاء الذي قد حصلت عليه يا صديقي، أهو ما هذا اللون؟ 9. الأخضر. يقول علماء من جامعة أمستردام إن اللون الأخضر يجعلنا بمزاج جيد. ووفقاً لتريس آيسمان المديرة التنفيذية لمؤسسة بانتون للألوان ومؤلفة كتاب أكثر حيوية بالألوان More Alive with Color، يعود السبب في ذلك إلى كون الأخضر لون الطبيعة، مما يمنحنا الشعور ذاته بالسلام والسكينة. وغالباً ما يكون لمحب ارتداء اللون الأخضر حياة عامة نشيطة، فهم يعيشون عادة في منطقة آمنة ومستقرون مادياً، وهم أيضاً لطفاء ويهتمون بالآخرين ويملكون قلباً طيباً. 8. الأرجواني. في الماضي كان اللون الأرجواني يمثل العائلة الملكية وصفوة المجتمع، فقد كان يشير إلى الرقي والرفاهية والثروة، فلم يكن بوسع أحد ارتداء ملابس مصبوغة باللون الأرجواني سوى الأغنياء، حتى أن ذلك يرجع إلى مصر القديمة، فقد عرف عن كليوباترا ولعها باللون الأرجواني. سيكون هذا عنوانا جيدا لفيلم. والآن ورغم تغير هذه الأمور، بقيت الملابس الأرجوانية تشير إلى الإبداع والفطنة وحب الفن. فاستناداً للخبراء، يتميز من يرتدون اللون الأرجواني بالعاطفة والحساسية، فهم شغوفون حالمون يعشقون الروحانيات، كما يميل هؤلاء الأشخاص إلى صعوبة التنبؤ بهم، لذلك قد يكون التعامل معهم لطيفاً ومزعجاً في آن واحد. 7. الأحمر. يبين كيني فريمبونغ مدير التسويق للعلامة التجارية الإيطالية لملابس الرجال إيريدي بيزانو بأن اللون الأحمر الأمثل عند محاولتك إقناع أحد ما أو إثارة إعجابه، وذلك لكونه لون العاطفة والقوة، فبإمكان أي درجات للون الأحمر إثارة الانتباه نحو مرتديها بسهولة. ويقرن الناس هذا اللون المفعم بالحياة بالطاقة والحركة والإثارة، فقد وجد علماء النفس في جامعة روتشستر
انجذاب الرجال أكثر للمرأة المرتدية للون الأحمر، وغالباً ما يكون الشخص المحب لارتداء درجات اللون الأحمر إنساناً ذكياً وسريع الانفعال، ومع ذلك قد يكون أنانياً بعض الشيء وعرضة للإدمان. 6. الأصفر. إن اللون الأصفر لون السعادة وضوء الشمس والضحك، وتظهر الدراسات بأن للون الأصفر أثر في تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ والتسريع من عملية الأيض والتحسين الفوري للمزاج، ناهيك عن دوره في جلب الانتباه وشحذ التركيز، لذا عادة ما يستخدم على اللافتات واللوحات الإعلانية وإشارات الطرق. ويقول الخبراء إن من يرتدون درجات اللون الأصفر عادة ما يكونون أشخاصاً يتسمون بالنشاط والإبداع وبقربهم من القلوب، فهم أشخاص حالمون مشرقون ومغامرون ومستعدون للاكتشاف والسيطرة. 5. الأبيض. يرمز الأبيض إلى الحرية والنقاء والبراءة والبساطة، فيقوم كثير من الناس بارتداء الأبيض عند بدايتهم لشيء جديد في حياتهم أو دخولهم إلى مرحلة جديدة، فالأشخاص الذين عادة ما نراهم باللون الأبيض أناس بشخصية متحررة وينظرون إلى الجانب المشرقي للحياة. حسناً، ها أنت به. إن هؤلاء الأشخاص الجديرين بالثقة أناس منظمون ومرتبون في كل ما يفعلونه، فهم يحبون البدايات الجديدة ويسعون لتحقيق الكمال. والأبيض في النهاية مثل الألوان المحايدة التي يمكن أن يرتديها أصحاب العديد من أنماط الشخصيات. 4. الوردي. يعد اللون الوردي الفاتح لوناً مريحاً وبناتياً، وهذا على الأرجح سبب ارتباطه بملابس الفتيات ودمى باربي، ولكن بالنسبة للفتيات الأكثر نضجاً ونعومة يفضلن الدرجات الخفيفة للون الوردي كونها تمثل الأنوثة المطلقة. يعد اللون الوردي البارد لوناً هادئاً وأنثوياً ولطيفاً، فهو أيضاً واحد من أقوى المهدئات، لذا تطلى جدران بعض السجون باللون الوردي لتهدئة السجناء والحد من العدوانية. ووفقاً لعلماء النفس، يتميز الأشخاص المحبين للون الوردي بالرومانسية والتفاؤل والثقة بالنفس، وبصفة عامة هم أشخاص يقدرون اللطف والراحة قبل أي شيء آخر. 3. البرتقالي. يا برتقالة، أسعيدة أنت بحديثنا عن هذا؟ حسناً، إنها مسحة قديمة. يمنح اللون البرتقالي مشاعر الفرح على الفور، أليس كذلك؟ فيعبر هذا اللون الدافئ عن البهجة والإبداع، وهو أيضاً مثير للانتباه بقوة، ويتسم محب ارتداء اللون البرتقالي بالتفاؤل والنشاط والابتهاج. يتلهف هؤلاء الأشخاص للتغيير دوماً ولا يفوتون أي فرصة، وعلى الرغم من تقلبهم في بعض الأحيان لكنهم لا يزالون أشخاصاً طموحين وعقلانيين. 2. الرمادي. 50 درجة أم لا؟ كما يحب المصممون أن يقولوا، الرمادي يعني توازن، فهو ليس داكناً ولا فاتحاً، وعادة ما يعني ارتداء الشخص للون الرمادي بكثرة رغبته بأن يكون غير مرئي، فيرمز الرمادي ودرجاته إلى السكون والبعد والنضج. يفضل الكثير من الشبان في منتصف العمر ارتداء بدلات رمادية، بينما ترتدي النساء الفساتين الرمادية. ونظراً لكونه لوناً حيادي، يكون من الصعب تحديد سمات الشخص الذي يفضله، فقد يكون فأراً رمادياً مستعداً للانقياد للأوامر بصمت، فضلاً عن كونه شخصاً منطقياً وحازماً وغير عاطفي. ولكن في معظم الحالات، يتميز محب اللون الرمادي بعدم حبه للفت الانتباه ومحاولته للبقاء على الحياد. 1. الفضي والذهبي. يحب الذين يختارون الألوان المعدنية بأن يكونوا مركز الاهتمام، من الصعب أن تختفي عند ارتدائك لشيء لامع وبراق، فارتداء أشياء كهذه يتطلب نوعاً معيناً من الأشخاص، وهو دلالة على عدم خوفك من التجربة وعدم رفضك لأي مغامرة وحبك لأن تعامل باحترام ولطف، حيث يتميز كل من اتزانك وإبداعك وجاذبيتك بالإشراق كملابسك. وهناك هذه الأنواع من الناس: تحب إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا جميع ألوان قوس قزح بالتساوي وتحاول ارتداءها جميعاً. يعتقد الكثيرون بأن الملكة تغير ملابسها وفقاً لمزاجها. إذن هل يصفك تماماً لون ملابسك المفضل؟ أخبرنا بذلك في التعليقات. وإن أحببت اختبار الشخصية الملون هذا، فاضغط على زر الإعجاب، فإذا حصل هذا الفيديو على 50,000 إعجاب سنشاركك فيديو آخر عن الشخصية والأناقة. وإن لم تكن قد اشتركت في قناتنا حتى الآن، افعل ذلك كي لا تفوتك جميع المستجدات الرائعة الموجودة لدينا في الجانب المشرقي من الحياة.